الشرطة نزلت الناس احترمت المواعيد. صحيح. انا كنت بعدي بمنتهى الصعوبة ولازم اشوف ان انا دكتور ومش عارف ايه اللي اذا عديت بعد كده وكان كل شارع تلاقي لجنتين ثلاثة. الحقيقة شفنا عيلتنا دي كانت حلوة قوي. انا كنت شفت عيالي. هو ده من ضمن الابعاد الحقيقة اللي انا عايز اناقشها. بالظبط. دي كانت جميلة جدا. بقينا نشوف ولادنا. وفي ناس قالوا انه على تأثير الكورونا على الاسرة في قالوا ايجابي بنسبة كبيرة، لكن في بعض الاحوال ناس اكتشفوا بعض وفي حالات طلاق حصلت، يعني في جانب وفي جانب.